بس يا ولا مالكش دعوه بليالي بنته. ايه مالكش دعوه؟ انا عجباني الفكره دي يا اخوان. حلوه. ايوه وانا اخش اكلم المحافظ واقول له على الحكايه دي. ايه دي الواد فكرته حلوه ولسه عيل شباب وعسل. جميل. إيه؟ فكره جميله والله. بيقول افكار يعني. ايوه ما احنا لازم برضك يعني الشباب ياخدوا فرصتهم. إيه؟ لان الشباب عندهم افكار متنوره عنيني. ايوه لازم اخد فرصتي واكبر بقى واجي عمده زي تبقى عمده بالمنظر الزباله دي. يبقى عمده ازاي يا هلا؟ ابقى عمده. انت فاكر انك هتخلد فيها يا عمده؟ ايوه خلد فيها. قال لي هخلد فيها ومخلد واد جوه اسمه خالد. عايز حاجه؟ مالكش دعوه انت. الواد دي الفكره بتاعته وحش. ايوه انت قولينا انت فكره يا عمده. انا جت في دماغي فكره دلوقتي. هاي قولنا نتصل بالمحافظ ونقول له ان احنا لقينا قنبيلي. ايه مش لقينا قنبيله؟ لا نقول له لقينا خليه ارهابيه وجايه تفجر البلد عشان يقلبوا نظام الحكم. ايه رايكم في الفكره دي؟ فكره حلوه وجميله. انت يا عبده بالفكره دي. فكره لسه جايه في دماغي دلوقتي. ايوه فكره حلوه خالص. حد عنده اي اعتراض على الفكره دي؟ ايوه يا عمده. ايه فين الارهابي اللي هنسلمه؟ هو كل ما نفتكر في حاجه تطلع لنا فيها مشكله. ولا مشكله ولا حاجه. خلاص يا جماعه احنا لقينا الارهابي والعمده قبض عليه. انت مين الارهابي دي؟ انا هقول لك. تعال. احنا طول ما بنقول وش مش هنفهم بعض. هو الواد المعفن دي هنلبسه القضيه ونقول ايه ان هو الارهابي. ايوه صح. الله ينور عليك يا زرزور. هو ده الواد الارهاب اللي كان جاي يفكر في البلد. بس لا ده غلبان دي. ولا غلبان ولا حاجه. غلبان يا عمده. ايه غلبان في ايه؟ ما احنا لازم نضحي بكام واحد عشان البلد تمشي. وده مش كلامي ده كلامهم. يا غفر امسكوا الواد دي. امسكوا الواد دي واربطوه في الشجره. انا داخل اكلم المحافظ اقول له مسكنا واحد بس ولا مسكنا اللي ما جوش معاي وانا بكلم المحافظ. لا تيجي 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 يا سلام. خليك خش اهلا منك ليه. اهلا ده ارهابي وابن ارهاب. خش اهلا. ضياع عليا المصلحه ولاد اللذينه. احسن عشان انت دجال ونصاب. اقسم بالله انا اجمد دجال في الوطن العربي كله. طب لعلمك بقى انا الوحيده اللي ممكن اقنع البلد ان انت اجمد دجال. ازاي؟ اصلني علي عمل. يا سلام نطلع لك العمل دي بجد؟ اه والله. طب ماشي. ايه الاعراض اللي بتجيلك قولي لي عشان اعرف اجيب الجن الصح. بص انا اول ما تدقي الساعه 12 صوتي بيقلب. بيقلب ازاي؟ بيبقى عامل كده. ايه تعمل ايه دلوقتي؟ بس انا عرفت الجن ده. مين؟ ده امير عيب بتاع كايروكي. والله العظيم هو. هتعرف تجيبه؟ طبعا ده حبيبي اجيبهولك على طول. ماشي. هات الحلة بسرعة. ماشي. يا رب ما تكشفناش بقى مرة دي. الحل. حط الحلة هنا. اهو. كلامك ما بيتفهمش. احساسك ما بيتوصفش. انت بتقول كرامة. هما يردوا بمهانة. انت بتقول العدل يجيبولك سامي العدل. تعال يا امير انزل. اقعد منور يا امير. اقعد اقعد اقعد. ماشي. ازيك يا امير اخبارك ايه واخبار زاب ابن عمي ايه؟ والله العظيم وحشني. سلم عليه. ازيك يا امير عامل ايه وامك عامله ايه واخواتك كده كويسين؟ انت هتقدمي ده انا لسه منزله حالا. طيب عامل ايه يا امير؟ كل يا حبيبي كل يا معالي كل. هاكل الهوي. امال اجيب لك سعيد الهوي؟ ما تاكلها وليه. حاضر. بقول لك ايه يا امير ما تطلع مني. روحوا سعيد الصاوي والله تحفه والله احلى بكتير. ايه عشان تخرجوا لازم ترقص. هو اللي جاي يعني لو رقصت هيطلع مني؟ هو لو اتبسط هيمشي على طول. ماشي. جاهزه؟ جاهزه. يلا بينا. يلا هاتي. ايه
بدنا عمل. اهدي، انت بتقصني ولا بتطلع لي العمل؟ قوم يا ولية. يا نهار اسود الحي، الواد امير بيهرب. هرب؟ تعال هنا، رايح فين؟ يا نهار اسود ده مشي خلاص. اثبت مكانك، هنا عنوانك. ايوه ولينه، وعلى راي المثل العين بالعين بالسن والبادي بيلدينج معروفه والله. والله بادي بيلدينج معروفه. وعلي النعمه اصوت ولم البلد علي. خلاص خلاص، انا هعمل لك العمل لوحدي، مش هستعين باي جن خالص. ماشي، اترزعي هناك. فك البلاوي في شكلك. الحمد لله خلصتي منيه. دلوقتي العمل مش عايز يطلع، احنا هنعمل ايه؟ يخرب بيتك. بصي انا بصراحه مش عارف اطلع العمل ده. تمام جدا، انا اصوب بقى. والله العظيم اصل دي مشكله، انت عارفه ليه مش عارف اطلع العمل ده؟ ليه؟ لانه ده عمل جماعي. والله لو عمل فردي كنت طلعته ومشيت. اصوت؟ خلاص خلاص، اخر حاجه استعملها معاك. اه، هعمل لك حجاب هيفضل معاك، ما حدش يعرف يلاقيك ابدا. ماشي خلاص. ماشي اتفضل. ده حجاب، اوعي تسمع كلام الدجالين ده. تعال هنا، تعال يا حضره العمده. الحق يا حضره العمده. ايه؟ سالم الدجال النصاب نصب علي. ما انت بتقولي سالم الدجال النصاب. رايحه له ليه؟ ما انتوا عارفين ان هو دجال ونصاب، بتروحوا له ليه وجاب لك الحل؟ ايوه هذا دي. يا سلام عليك ويا بلد، ما بتموتوا في اللي ينصب عليك. طب انت كلمت المحافظ؟ كلمت المحافظ والدنيا اتقلبت. وكله جاي دلوقتي حال. ماشي، ايوه. امال انتوا فاكرين ايه؟ هو انا قليل؟ مش هتراجع نفسك حور مسعود دي؟ خلاص مسعود خلص، هو نصيبه كده. هو ده يعني مزاجي، هو نصيبه ان هو يتمسك ويتحيب. ايوه ده عايز يناسب كبارات البلد، نسي نفسه المعفن. ايوه صح، الله ينور عليك يا معلم. ايه ده البوليس؟ العمدي. اتفضل يا شيخ محافظ. هي دي يا ابني الكنافه. محافظ جه يا جدعان، محافظ جه. السلام عليكم. اهلا يا جناب المحافظ. ازيك يا جناب العمده، عامل ايه؟ اهلا وسهلا، منور يا جناب المحافظ. ربنا يخليك. اول مره سيادتك تيجي عندنا هنا في الكنافه. لا بلد جميله وملزقه يا عمده. صباح الخير وسلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. بس يا ما تطفشوش يا واد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ده موبايلك؟ اه معلش يا عمده الجرد. الو، انتوا فين؟ اه انا في 100 كنافه. انتوا في 96 كنافه؟ طيب انتوا لسه قدامك 4 كيلو. لا مش بالقشطه. يلا سلام. ازيك يا عمده؟ الله يسلمك. ايه المشاكل اللي عندكم يا عمده؟ ايه موضوع يعني الجماعه الارهابيين وكله يعني تحت السيطره وكله تمام، بس احنا عندنا مشاكل تانية في بلدنا يا جناب المحافظ. مشاكل وانا موجود يا عمده؟ ايوه طبعا، ما قلت لهم ما يصحش، واهل البلد هم يقولوا لك على المشاكل اللي عندنا. قول له قال ايوه احنا عندنا مشاكل. والنبي يا سياده المحافظ والنبي، قول مشاكل حضرتك. الارض بار. طب ما تجوزوها يا ابني، ايه المشكله؟ جناب المحافظ بيهزر، يعني الارض بار اتجوزوها على اساس بايري. مش حلوه. سيالة يا دجال، يالا سيالة يا دجال، ده انت دجال اضحك على اي حال. ها يا ابني قول مشاكلك وبسرعه. ما حضرتك لما الارض بارت جيت ازرع ورده طلعت. طلعت شاديه؟ ايه يعني؟ يا اضحك يا هلا، ما توديناش في ده. مش حلوه. اتفضل يا ابني مشاكلك اخلص. حضرتك جابولنا امه، جابولنا جرار زراعي، بس الجرار طلع صيني. ايه المشكله يعني؟ طب ما انا مراتي صينيه يعني. صينيه اللي هي بالبطاطس دي؟ لا صينيه اللي هي شوكور. ايوه هي دي. طب ودي معمره معاك؟ والله بوستها بوستين وباظ. الواد ده مش عاجبني يا عمر. خد يا هلا درجه تمشي. مش قادر والله، كانك واكل حاجه حامي. الراجل جاي بيقول حاجات ورا بعضيه. سيب اتفضل. ايه مشاكلك؟ انا عندي مشكله. قول. انا مش عارف انا جرالي ايه. انا جرالي ايه؟ جرالي ايه؟ انا مش عارف انا جرالي ايه. انت عارف جراله ايه؟ هو من امبارح عمال لي يوجع جرالي. انا معرفش والله جرالك ايه، بس انا تملي معاك والله العظيم.
الله ينور يا حضرة المحافظ. ازيك يا عمدة؟ الله يسلمك. وسيادتك جاي لوحدك، ما جبتش جناب المأمور معاك؟ كان معايا جناب المأمور. يا مأمور! يا محافظ! ايوه يا مأمور. انت فين يا محافظ؟ انت فين يا حبيبي؟ يا محافظ! ايوه انت فين يا محافظ؟ ايوه انا سامعك. ايه يا عمدة؟ اهلا وسهلا جناب المأمور. بقالي ساعة ماشي في 100 كنافة، ده انا جالي السكر. معلش. ايه يا عمدة؟ يا بلدنا مش عارف اركب العربية بتاعتي، الطريق كله مكسرات. خد تعال، خد تعال. والله عنده حق. ولا في يا عمدة، هو متضايق من ايه الولد؟ لا مفيش، افهات غريبة ورا بعض. ايه ده؟ يعني الواحد ليه قدرة على التحمل. يعني احنا اخر حاجة افهين مثلا. ايه البواخة دي؟ المصيبة اللي حصلت يا عمدة. المصيبة الحمد لله كله تحت السيطرة يا جناب المأمور، كله تحت السيطرة، ومسكنا الواد الإرهابي اللي كان جاي يفجر في البلد كليتي، والحمد لله كله تحت السيطرة. انت بس تقعد وتاكل لقمة وعاملين لك بطة ويزي وكله تمام. كله تمام ايه؟ عملت ايه في الإرهابي؟ الإرهابي ربطناه في الشجرة. طب ما تربطوه في الشجرة. أنا محدش يتوقعني. محدش يتوقعني يا عمدة، مش أنا. أيوة صح. أنتوا أهل البلد؟ أيوة إحنا أهل البلد. إزيكم يا أهل البلد؟ أقول لك على حاجة؟ إيه؟ أقول لك مين ورايا؟ مين إيه؟ المحافظ. يا صاحبي. يا محافظ. أمرني. أقول لك مين ورايا؟ مين؟ العمدة. يا اهل البلد. ايوه. اقول لكم من ورايا؟ مين؟ مش قايل. محدش يتوقعني. سيادتك غامض. غامض جدا ومحدش بيتوقعني يا عمده. ايوه صح. يا اهل البلد. ايه؟ عندكم مواهب كويسه اسمعها اكتشفها. ايوه انا موهوب. انت موهوب؟ ايوه. سمعني يا ابني موهبتك. انا بندب اغاني. نعم. بندب اغاني. يعني بتبعت لها؟ لا بندبها. في اغاني بتتكتب واغاني بتتندب. عديد. عدد يا اخويا. انا ندبت حاجه للاستاذ عمرو دياب. بتقول كان كل حاجه اغلى حاجه.